السلام عليكم، صباح الخير، كيف دايرين؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. كيف دايرين؟ كيف دايزين ايامكم مع رمضان ومع تمارا ومع بزاف ديال الحاجات؟ ان شاء الله تكونوا دائما 5 على 5. يا ربي يا ربي يا ربي. هاد الصباح البنات خرجت، اول حاجه درتها هبطت للناظور، مشيت نيشان ديت زينب للطبيب باش يزول لها الغراز اللي شاد لها الضفر واللحم. دونك شاف لها الصبيع ديالها وداك الشيء، ما زولهاش بجوج، زولها خلى لها ضروري واحد هنايا، قال لي ماشي دابا، غادي نزولو حتى لبعد غدا حيت الضفر باقي كيمشي ويجي. داك الشيء علاش قال زول لها وحده من هنا وخلى لها وحده، قال لي حتى النهار حتى من دابا يومين. ايوا صافي، سوانها لها ودار لها بونسمون عاوتاني وجمعها لها، وبقات تبكي وتبكي تخلعات. ايوا ما نقول لكمش يا البنات، انا جداتني واحد الدوخه واحد السخفه، ربي اللي عالم بيا، عرفتي دارت بيا الدنيا هكا. كنقول انا غادي نطيح، حتى قال لي صافي غير جلسي 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 حتى هذاك، ما قديتش نبقى واقفه، ما عرفتش داك الخلعه مازال مأثره فيا، ودابا عاوتاني وليت حسيت بها منين مشيت معاها سبحان الله العظيم، وشفت عاوتاني داك المنظر. لا اله الا الله، اللي ما قالش، اللي ما كيقولش بان الخلعه كتاثر على الصحه راه ما مجرب والو، لان فريمون كنكونوا عايشين بخير وعلى خير ما حاسينش. يعني الصحه اقسم بالله شي حاجه اللي هي كبيره، هي راس المال. من داك النهار لدابا حاسه براسي فابل، ودابا يعني دابا غاده راني مزيانه وكنضحك ونهضر انا وراجلي وهي وكلشي. اون فوا وقفت عاوتاني في داك الموقف عاوتاني وشفت عاوت الصبع، واخا راه كنسوانيه لها في الدار وكلشي، ولكن يعني داك الطريقه باش كتزال الغراز وهذا، ما سبحان الله العظيم عاوتاني شتني واحد الدوخه. كي قلت انا زوديت كنشوف جوج من 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 الواحد. ايوا لا اله الا الله، الله يصبرنا. قالك ما كيكبر الشباب حتى كيشيب الشباب، هذا الشيء اللي كاين. الله يعطينا الصبر والقوه باش نكبروا هاد الوليدات ونوصلوهم ان شاء الله، ونشوفوهم يكونوا ان شاء الله في اعلى المراتب، هذا الشيء اللي كاين. المهم خرجت من الطبيب، مشيت نيشان لعند، احنا عندنا هنايا الهواري معروف، مشيت خديت من عنده شي كليات جايين من كازا فيهم تريات وداك الشيء اللي غنحتاجوهم للحمام، لا تيراس داك الشيء، ماشي لا تيراس، الكلواغ وداك الشيء، ما عرفتش صراحه شنو كاين تما بالضبط. المهم غيزاني كنتقضى داك الشيء وصيفطاتو، دابا عاد مشينا هزيناه من عند الهواري. شنو مشيت دزت البلاصه ديال لا ميتويال، دفعنا تما الدوسي ديال لا ميتويال، وساعة نسينا الدواء حيت خارجين مدوخين، نسينا الدواء في الدار، دونك خلينا الدوسي حتى الغدا ان شاء الله عاد يهبط انا الدواء عاوتاني للناظور. صافي هي هذيك، ودابا راه حنا جينا عاوتاني للمحكمه يقضي انا شي شغل، وعاد ديك الساعات نطلع ان شاء الله باذن الله نيشان للمرجان، غادي نخلص الويفي وديال السونتر، وغادي نتقضى واحد شويه ديال الحاجات. المهم بغيت غير الحامض مصير والزيتون مقطع والهريسه، حيت بغيت ندير واحد الدجاجه عامره للمغرب، صراحه ما فيها اللي يدير شي حاجه من غير هذا الشيء، شي حاجه ناشفه وسهله. وغادي ندوز عاوتاني للالكترو بلانيت اولا البريكوما، لان خصني ضروري نسول على الشودير واش راها كاينه وبشحال دايره، لان ما كايناش سبحان الله العظيم. هاد الوقيته هادي حنا اللي ما كنصوبوا فيها هذا الشيء، اي حاجه ما كايناش، اي حاجه كتجي تحط عليها حتى السلعه بزاف ديال الحاجات، وتا الا لقيتي شي حاجه كتلقاي اثمنه جد خياليه. عيط لي عاد دابا عاوتاني الزليج، قال لي راني صافي عمرت، راني طالع للسونتر، واش كاينين تما الدراري اللي غادي هذاك اللي ياخذوا من عندي الزليج؟ قلت له راه كاين تما المعلميه. بالنسبه للبنات اللي تعاود في نص الوقت كيقولوا لي واش راكم ما خداميش، شحال من خطره كنجيو ما كنلقاوكمش خدامين، راه حنا سادين. غادي نحلوا ان شاء الله نهار 15 في رمضان، نهار 15 في رمضان ان شاء الله باذن الله غادي نكونوا فاتحين الا كتب الله، ولكن الحمام لا، الحمام غادي نحلوه ان شاء الله حتى كنتمنوا من الله داك 23 24 في رمضان، يعني في الوقيته ديال العواشر غادي يكون ان شاء الله حال ان شاء الله باذن الله. المهم انا غنعلمكم باي حاجه درناها وكتبها لنا الله مرحبا بها، وغنقول لكم اي حاجه ان شاء الله. صافي الغزالات ديالي، عرفتي هذا النهار شتي، وما شاء الله الصبح شي 5 ديال الصبح تبارك الله، شتا شتا شتا، ودابا هي عاوتاني بدات كطيح. يلا خليكم معايا، ها انا سجا
خليكم معايا نمشيو. ها هو جا ها هو جا الكامبو حسب راسو رومبو حسب لي غيضربني. واش نضربك عمري ضربتك واش نضربك لا كتبيني لهم زعما راني خايف. لا هذاك النهار عطاتيني دقه قدامه في حدا مرجان ها هو الدليل كاين في الفيديو. درتي شي حاجه انا درتي والو ما عرفتش. يلا الغزاله ديالي خليكم معايا غنمشيو نيشان المرجان ما ندير لكم لا جوله لا والو حيت ما عنديش الوقت اختي. يلا خليكم معايا المهم شنو ما درت غنشكل معاك. كاع نصور لكم لا في الكترو بلانيت لا في بريكوما لا في مرجان لا حتى شي حاجه لان كنت مزروبه ومشيت لبريكوما باش نقلب على لا شوزيير ما لقيتهاش لا مارك اللي بغيناها حنايا ديال بوش اولا المهم جانكير حيت اصلا بوش شرات جانكير ما لقيناهاش بصفه نهائيه. دونك كنتمنى من كل قلبي الا شي وحده كتعرف ولا راجلها كيديرهم ولا شي حاجه وعنده ديال 25 مليلتر اولا حتى ديال مليلتر 25 لتر اولا حتى ديال 30 لتر خليوها لي تحت البنات في لي كومونتير. ولكن لا مارك كما قلت لكم بوش اولا جانكير تكون كتجبد مزيان وشو سميتو وعاود دخلت للاخرى الكترو بلانيت ما كيديروهاش كاع بصفه نهائيه كوموندينا غا من كازا ما كايناش كاع. المهم احنا واحدين دابا حاليا احنا واقفين. المهم صافي جيت لهنايا للسونتر مع دزنا عند واحد السيد جبنا شي حاجه كان شارياهم غيزلان يلا عاد حطيناهم وكان معنا عاوتاني مزاج عبرنا الباب ديال الحمام. ايوا اش نقول لكم مصاريف كتخرج كتخرج الحمام مازال ما بغاش اختي يكمل باش تجي ولا واحد المتتبعه جات البارح من الالمان بقات كدق هنايا كدق المهم تحيه ليها من هنايا قالت لي واش ما خداميش راني جيت البارح حيت ما نتسنى والو مسدودين جيت مور قال لي واحد السيد هنا فوق منكم راه كيحلوا مور التراويح جيت بقيت واقفه عاوتاني والو ما حالينش مع حنا دايرين فلاكارت فيزيت النمره ديال السونتر وما كاينش اللي كيجاوب في السونتر حيت سادين. ايوا هي هذيك قالت لي واخيرا جيت على غفله حيت جات على غفله البارح مور المغرب وانا كنت انا وغيزان هنايا كنرسل شي امور قلت لها وشوفي ان شاء الله نهار 15 في رمضان راه غادي نفتحوا اجي مرحبا بك ولكن الحمام مازال زعما حيت هي غترجع ما عندهاش الوقت بزاف قلت لها الحمام غيكون مازال ما وجدش في الوقيتاتين اللي غادي تمشي ماشي مشكل مره واحده اخرى ان شاء الله اجي ومرحبا بك. ولكن الا جيت البنات نبين لكم دابا الصالون غادي تخلعوا لان ها انتم شوف اختي ارتيك كلشي مرون كلشي مرون نوريكم هاد الجهه شوف شوف كلشي مرون هادي راه رجلين بنتي ايوا والداخل ما بغيتش نصور لكم الداخل خلي داكشي سيربريز بلاتي حيت دابا واخا نصور لكم ما غاديش يبان داكشي معوط وهذا غيبان لكم داكشي ماشي هو هذاك. دابا البناي راهم مازالين خدامين ولكن الحمد لله ما بقى لهمش بزاف يعني صافي دابا يلاه جا مول الزليج عرفتي من فوق شي 12 ياك غير زلام الا الوحده هما تيحطوا يلا عاد مشاو دابا هذه الربعه هما تينزلوا في الزليج ولكن ما شاء الله خمسه بهم ولكن ما شاء الله الزليج وا وا ما كرهتش غير زلام دي لداري نزول الاخر ونحط الاخر ياك مرح درت الغيزلان دابا دابا وجه الله ها نتوما هكا امس هكا مورا دابا ها نتوما وجه الله ها البنات الصالون كي داير ياك التواليت غادي نعاودوها غادي نديرو البلاصه ديال التبدال البلاصه ديال فين ديال واحد كيت غولاكسا بلاصه ديال الماساج والحمام قدو قداش وكي داير تركي
والكوزينه بالبوطاجي باللافابو بداك الشيء. قلت لها وجه الله غير زعما ما ديري لي شي بويز، راه باقي بلاصه البيت والله حتى باقه. قلت لها ديري لي تما بويز عما نجيب غير داك الصاله اللي عندي الفوق. كوشينا علاش ما نجيش لويفي التلفزيون كلشي كاين. ايوا لا اله الا الله. ايوا المهم انا راه مازال ما درت والو غير زلا مسكينه عيطت لها قبيله طفات على الفطور ديالها وجات باش وقفات حيت انا كنت في الناظور. ولكن الحمد لله زعما واخا الصراحه ما لقيناش بزاف ديال الحاجات، يعني اي حاجه كنحطوا عليها يدينا كنلقاوها اما غاليه اما مفقوده. اليوم الصراحه فرحنا بزاف بواحد الحاجه ياك يا غزلان. المهم الله يكمل ما بقى على خير وبخير. الله يكمل كلشي ما بقى على خير وبخير ان شاء الله، وانتم بعد تفرحوا معنا وتشوفوا معنا الافتتاح ان شاء الله ديال الصفه. يلا خليكم معنا حتى نمشيو للدار وداك الساعات نكملوا اختي الكوزينه. يلا البنات انا دخلت دابا الكوزينه كيف ما كتشوفوا هنايا يا لاله. غادي نديروا شرموله ديال الدجاج، دايره هنايا واحد البصيله صغيره، هذا اللي كتشوفوه هنايا راه الدخلاني ديال اللب ديال الليمون مصير. عندي واحد جوج ديال الثومات كيف ما كتشوفوا كبارين، وعندي المعدنوس حتى هو. غادي نديروا العطريه، ها انتما غادي ندير شويه ديال الابزار، هذه غير اللي غنشرمل فيها الدجاجه يعني ماشي التعميره. غادي نديروا شويه ديال الخرقوم، غادي نديروا شويه ديال السكينجبير، وكذلك واحد شويه ديال الملحه. واحد شويه ديال الهريسه، انا ما غاديش ندير الهريسه كامله، غندير غير داك شويه ها انتما بحال هكا، ومن داك البلاصه اللي كتكون هكذا فيها الماء خارج من هذاك الماء. صافي هادشي كله غادي ناخذو غادي نطحنو مزيان مزيان. كتعرفوا الطحانه اليدويه كتنفع، هانتوما دابا غادي نزيد واحد شويه ديال الميه. ونولي نعاود ثاني نطحن هادش. هانتوما هي عندي دابا واجده، من بعد اختي ما وجدات ليها هي كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ناخذوا الدجاجه ديالنا وغادي نشرملوها مزيان. بغيتوا ديروها هكذا وديروها تخليوها ومن بعد تقليوها ديروها دخلوها للفران ديروها نتوما واللي بغيت. انا غادي نخليها واحد شويه ومن بعد غادي نعمرها وندير هاد التفور عاد ندخلها داك الساعات للفران. تحرقات البولة ديال بيت البنات عاد بدلها لها أنس من نهار سكننا في هاد الدار عاد تحرقات هاد البارح ما شاء الله راه دوزات. هاديش صافي البنات ها هي نخليوها دابا في هاد الشرمولة تشرمل واحد شوية. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خديت هكذا واحد المقيله درت فيها فلفله اللي ديجا هكذا مقطعه بحال هذا الشكل هذا، وديجا كاينه فلفله حتى هي خضراء حتى هي مقطعه بحال هكا، شويه ديال المايس، وعندي هنايا عندي هنايا شرائح ديال الدجاج اللي كيكون مقطعين على شكل طولي، فيهم البنات شويه ديال الملحه شويه ديال الزعتر
و معلقه صغيره ديال الموطارد وشويه ديال البزار وشويه ديال الثوم بودغ. هادشي اللي كاين هنايا. دونك دابا غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت نباتيه وغادي نحطهم فوق من العافيه يتقلاو لي يطيبوا، لان هذه غنعتبرها دابا كحشوه غادي نعمر بها. سواء كان عندكم خبيز ديال الطاكوس ولا العيش، يعني الشاورما اللي كان اللي كان كيجي كتجي هاد الحشوه بنينه. غنديرها طيب. البنات بالنسبه للتعميره ديال الدجاجه، هنا عندي لتحت كاع راه عندي الشعريه ديال الشينوا. انا كنستعمل هذيك البنات ديال الروز، هي اللي كنستعملها حيت فيها بنه مزيونه. عندي المعدنوس، عندي هنايا الشاركوتري ديال هذا، انا نوريه لكم سلامي دو بوف. هذا راه المذاق ديالو رائع غزال. المهم درت هنايا واحد ربعه ديال الحبات مقطعين طريفات، واحد ريس ديال الثومه ما درتش بزاف حيت ديجا في شرموله دايره الثومه. هنايا داك النص حامضه مصيره اللي زولت لها البابه ديالها ودرتها هنايا، هنا درت غير داك القشره ديالها قطعتها حتى هي طريفات، وشويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفله الحمراء وشويه ديال الابزار، وهنايا واحد شويه ديال الهريسه باش تعطينا غير البنه حيت حنا ما كناكلوش الصراحه الحرور بزاف. صافي هذا هو هذا هو القوام اللي درت هنايا في الشرموله ديال الدجاج. كاين اللي كيضيف الكبده هكا اللي بغى يدير طريفه ديال الكبده، ولا المهم اي حاجه ممكن انك تضيفيها بغيتي ديريها. صافي دابا غادي نخلط هادشي كله ومن بعد غادي ندوز باش نعمر الدجاجه ونديرها هكذا تفور. المخمر اللي ولا بد منه يكون في الطبلة ديال الفطور ديالنا، انا ماشي ضروري يكون نو حيت ماما اللي كديرو، اما انا الا جيت ندير شي حاجه ما نقدرش ندير هذا الشيء كامل يعني في دقه واحده امبوسيبل ولكن فريمون حتى انا كنموت عليه زعما الصراحه. حتى الا ما قديتش انني ناخذو دابا في الفطور ضروري ما كنهز هكا نسحر به في الليل، كيجي غزال. هاد النهار ما درناش الحريره لان ديجا الحريره باقا لنا واحد شويه، ولكن درنا بحال غنتغداو بحال هكاك، ديري الفطور شويه بحال غنتغداو ما عرفتش كي ندير نفسر لكم. المهم نتوما راكم فهمتوني، حاجه ناشفه وصافي هادشي اللي كاين. انا راني بديت هاد الناس كنرصي داكشي اللي خاصو يترصى. هادو ها نتوما الدجاجه انا درتها تحمر بدات كتطلق الريحه ديالها، الخضيره راها كتفور، وهادوك ها هما كيف ما كتشوفوا غير على ما يذوب لهم الفرماج وصافي غادي نخرجهم. فوالا
البنات ما كاين غير جري عليا جري عليك قسما بالله. فطرنا ارتحيت واحد شويه، ديت بنتي لي كور ديال الفرونسي ديالها حيت لا ميتريس في هذا رمضان ما كتجيش عندها حتى يفوت رمضان. ديتها وليت مشيت للسونتر وجلست تما قضيت الامور داكشي اللي خاصو يتقاد، وليت عاوتاني رجعت مور زينب وجبتها لهنايا للدار وجيت باش عاد نسد لكم لا فيديو. المهم حنا غادي نرتاحوا حاليا صراحه، ما غناكلو ما والو. قالت لي ماما واش فيك الجوع؟ قلت لها لا ماما انا ما غاديش نقدر ناكل دابا. صافي ما قادش. قلت لها وانتوما؟ قالت لي حتى حنايا. قلت لها شنو غديروا؟ غادي نعسوا وحتى الوقيته عاوتاني ديال السحور نوضوا ناكلوا اللي كتب الله وداك الساعه. المهم غير نرتاحوا. قالت لي صافي ايوا هي هذيك. قلت لها عرفتي شنو غادي نطلع بعدا نسد لا فيديو للبنات ونوريهم لي برودوي ديال اوريفلام. بقات هكا الكرتونه هكا عندي هنايا نزولها عليا ما عندي لاش. وانا كل مره كنقول غادي نشارك معكم نوريكم شنو جبت هذا الشهر والو الوقت ما كاينش، راكم عارفين دابا الوقت عندي مضغوط شي شويه. ايوا لا اله الا الله وصافي. دابا ها هو عاد حساب غادي نشارك معكم هذاك الشيء البنات اللي خديت. اهلا اهلا جات تطير. اهلا هانتوما البنات غنشارك معكم اول حاجه لي برودوي، عاد نوريكم لي كادو اللي توصلت بهم. دونك بالنسبه للبنات لي برودوي اول حاجه خديت هادي. هادو كانوا قالك الا خديتي جوج كيعطوهم لك بثمن رخيص، جوج ديال هاد الكولونيات. هادو البنات هاد الكولونيات بغيتي ديريهم ديريهم، بغيتي ديريهم بحال شكل معطر الجو ديريهم. المهم هو هذا راه كولونيات يعني ديريهم نتينا لراسك. دونك هادي البنات جايه ديال الخزامه وديرها سورتو المراه، وهادي راه ديال جايه بحال ديال الرجال جايه ريحتها ماشيه لريحه الرجال. هادي جايه محمضه وفيها ريحه النعناع شي حاجه اللي هي زوينه وبارده وسورتو دابا مع غيدخل الصيف وداكشي ريحه ديالها جايه ريحه ديالها جايه ديال النقاوه زوينه عجبتني بزاف. هادو اول مره كنكومونديهم وصراحه عجبوني. وهذه ديال الخزامه ريحتها مجهده عليها وريحتها زوينه حتى هي هكا ديال النقا. المهم كنقول لكم ريحه النقا، ولكن كاينه ريحه الخزامه كتشميها وكاينه الريحه ديال الحامض كتشميها. هذه ريحه الخزامه راه كتكون معروفه هي زوينه ماشي الخزامه العاديه، يعني كاين كتشمي ريحه الخزامه ولكن ريحه زوينه. هذه كتشمي بحال نقول لكم ريحه ديال نينيكو ديال الدراري الصغار شي حاجه بحال هكا وبحال هكا. المهم كانوا بجوج بهم دايرين فيهم بروموسيون الا خديتو جوج فيها ما عرفتش شحال، فيها 400 ميل تبارك الله راه عليه نص ليترو راهم يدوزوا. المهم نقدر نخليهم حتى نقول لكم سواء بحال معطر جا ولا البنيتات الا بغاو يديروهم ولا هذه ياخذها راجلي. المهم ريحه ديال النقاوه غزاله. انا اول مره قلت غادي ناخذهم وما عرفت زعما كيفاش غيصدقوا، ولكن صدقوا زوينين. هذه البنات ديجا انا تشاركتها معكم، هاد البارفان هادي ديجا تشاركتها معكم لا هي ولا هادي. هادي ديال العيالات وهادي ديال الرجال. دونك انا صافي تقضات له هادي وما بقاتلوش، وهو هادي حمقاتو عجباتو. دابا كانوا دايرين فيها حتى هي بروموسيون خديتها انا. هادي ديجا باقا عندي وحتى هي الريحه ديالها خطيره زوينه بزاف، وقلت غادي ناخذها ونخليها عندي في ستوك تبقى ليها هكا مشدوده، وقت ما بغيتها التلاليل الاخرى غادي نلقاها. هادي راه او دو بارفان وكان ديجا مرخصين الثمن ديالها بزاف، ماشي كي بحال فاش كانت خرجات يلاه اول مره. ومع ما عمرني ما جبت شي حاجه في ستوك وخليتها، يعني فاش كنت خديت هذيك اون فوا فاش كانت خرجات كنت خديتها بديت كنستعملها. دابا راه ضاربه فيها اكثر من النص، دونك فاش بانت لي قلت ناخذها مع هذه عجبات راجلي حتى هي جبتها. يعني حاجه اللي ناخذها ونعودها غير خذوها بعينيكم مغمضين. وحتى اختي عنبر اليكسير شي حاجه اللي غزاله زوينه بزاف، ماشي تسمعوا ريحه العنبر تقولوا راها عنبر، هي الريحه ديالها بحال ريحه العود وشي شويه ماشي عود، هي حلوه. المهم ريحتها غزاله زوينه بزاف. عنبر اليكسير معروفه عند اوريفلام. هذه حيت شتوني خديتها بزاف ديال المرات، وهي هذوك لي بارفان كاملين اللي خديتهم ديال عنبر اليكسير حتى وحده ما بقات عندي حيت عطيتهم. كما كيجي عندي شي حد كنعطيها له، اخر وحده كانت بقات عندي عطيتها حتى هي لماما. المهم ريحه اختي حتى هي. المهم هذه الريحه ديالها خطيره زوينه بزاف، خديتها باش تبقى عندي في الطوب حتى هي ما بقاتليش. خديت هذا للبنات الدونتيفريس ما بقالهمش، دائما كناخذ لهم نفس الدونتيفريس. وحتى حنايا الدونتيفريس ديالنا على عيني تسالى. المهم
كيكمل لنا الشهر كيكون مقاضي حيت كنستعملو انا وانس. دونك مره كناخذ هذا مره كناخذ الزرق بجوج بهم صراحه زوينين. دونك هذا حتى هو وديجا يعني مرخصينهم في الثمن. خديت هذا اللي ما عارف كيفاش غادي يصدق، هو صراحه درسو في يدي درسو هكا وفاش شفت هنايا لقيت الحموريه. دونك هذا البنات بحال بينيفيت كديريه في فمك وكديريه في الحنيكات ديالك، يعني هكا شي حاجه اللي كتعطيك داك داك الدم الغزال زعما بحال هكذا كتعطي داك شويش ديال كيطيح عليك السر. هذا هو هذا كدو هذا يلاه عاد خرجوا هذا الشهر وقلت نجربوا ساعه صدق مزيون. هو هذا البنات اللي بغات دير له كابتشور ديكرون. وخديت هذه لراجلي كبيده ماما واخ وعندك طيحيه. خديت هذه لراجلي اول مره غادي ناخذها له، سميتها انير ايترنال ايترنال. هي هذيك هذه اول مره غناخذها وصراحه ما عرفتش الريحه كيفاش غادي تكون فيها. دونك اكيد بما انني خديتها اول مره نعطيكم الراي ديالي فيها. ها انتم البيضه هي كيعاودوا ليها زوينه هكا كتجي بحال هاد الشكل القرع ديالها. لا ولا اريج او نقول لكم ريحتها اللي مجربه سول تقريبا الريحه بحال ديالها ولكن ريحه زوينه جايه سبور. الريحه ديالها خطيره سورتو دابا مع الربيع والصيف ريحتها واعره. اللي بغات تاخذ شي ريحه لراجلها هذه راها رخيصه بزاف بزاف بزاف. اصلا ما عرفتش شنو كانوا دايرين لنا، كانوا دايرين الا خديتي 200 درهم من الكتالوج هذه غتاخديها غير ب 99 درهم، وحنايا بما اننا كناخذو كناخذو مسجلين مع اوريفلام فاكيد كيزيدو كينقصو تقريبا 30%. دونك هذه خديتها طاحت عليا بشي 70 درهم ولا هي هذه. ريحتها زوينه بزاف بزاف. دونك ملي كتاخدي كوموند من عند اوريفلام ومع لا ليفريزون هذا ما كيبغيوش يضيعوك في داك الثمن ديال لا ليفريزون كيصيفطوا لك دائما شي كادو. هاد المره صيفطوا لي هاد البانسو ديال الهايلايت كيف ما كتشوف. دونك هاد هي لا كوموند ديالي البنات اللي خديتها من عند اوريفلام. ودابا غادي ندوز باش نتشارك معكم اشنو خديت في لي كادو اللي توصلت بهم. وكان دائما كنقول شكرا بزاف 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 اوريفلام حيت معاونانا في بزاف ديال الحاجات وفيها ما قلت لكم ربح لا 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 فيها ربح اللي هو مادي زوين بزاف. غير حاولي انك تخدمي على راسك اكيد 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 غادي توصلي. راه غير الصبر البدو كيكون شويه صعيب ولكن راه الا درتي واحد الهدف قدام عينيك وخدمتي له راه اكيد 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 غادي تحققيه ان شاء الله باذن الله. والله يا اريج لا بقات فيك اش كضحك. المهم هنا نوريكم البنات اول حاجه خديتها بثمن رمزي وهي هذه. هذه ديال العطريه فنه اون فوا شفتها حمقاتني. دونك ملي كتوصلي 100 نقطه قال لك غادي تاخدي هذه بواحد الثمن اللي هو رمزي. خديت هذه كيف ما كتشوفوا ديال العطريه راها جايه كلها ديال هكذا هي بحال هكا اريج صافي هرستيها. انا نوريك ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا جايه ديال الزاج والغطيطيات ديالها ديال الخشب جايه زوينه بزاف بزاف عجبتني وقلت هذه ضروري ناخذها. غير هاك غير نونصاو الفوقاش غادي نقدو عرفتي هرست واحد اللعيبه ديال هذيك في كنديروا الروح ديال الزهر قريعه صغيورين طلعت للفوق قصات فوق الطبله لحت هذيك ديال الزاج اللي كيتحشى فيها شويه بنت لامس هرست ما والو قبطات القرعه ولحتها. انا كنشري وبنتي كتهرس هانتي هانتي وكاسه هانتي هانتي وكاسه كتجمع في هذا في الزاج. نوضي نوضي شوفي شوفي هانتي شوفي شوفي ديال السينيه ديال المرشه ديالي ومبيخره وداكشي هانتو ماما ماما هاهي هرسات شتي منين هادي يلاه انا نشري وبنتي تهرس ولاباس اللي جات في هادي عاوتاني ما صدقناش عاوتاني في شي صباح ماشي مشكل معليش صافي. هذه هي البنات اللي قلت لكم بثمن رمزي. دابا غادي نوريكم الكادو اللي صيفطوه لي اوريفلام وشي حاجه اللي عجباتني وبحال اللي خديتهم تقريبا. ها انتما اول حاجه كيجي هكذا في الكارطونه
هنا راه كاين غير الكاتالوج وداك الشيء. ها انتم بحال الشكل ديال الكبيطات اللي خديت، وهو جاي في الدوغي. انا خديتهم راكم شفتوا داك لا كولور، وهادو ها انتم جايين هكذا في الدوغي مزيونين مع هاد ليديدات ديالهم. ليديدات ديالهم جايين مبدلين على هادوك اللي عندي. المهم كيجي ليديده من هنايا وليديده من هنايا، المهم شي حاجه زوينه. المهم كتشوفي شي حاجه كي بحال هكا اكيد كت المهم واخا تكون ماشي شي حاجه ماشي شي حاجه، ولكن اكيد كتفرحي بها، كتقولي ايوا المهم ها انا حققت شي حاجه، حققت النجاح ديالي. المهم سبحان الله العظيم انا دائما كنقول لكم لو تكون غير 20 درهم ديال الربح ديالك، انتي انا اللي خادمه على هذاك الربح، كتحسي بشي حاجه اللي هي زوينه، واحد الاحساس صراحه مزيون. وحاجه واحده اخرى حتى هي هكا في الكرتونه ديالها، كنتي شتيهم ماما هادي عاوتاني معطلك ماما يلا ها نتوما هادي عاوتاني كتجيكي بحال هاد الشكل ديالها. شتيو شي حاجه اللي صراحه زوينه عجبتني بزاف منين توصلت بها، عجبتني دابا راها كاع مراكبه تنركبها ان شاء الله باذن الله. المهم هو الواحد انه يخدم على راسو، واللي مكتبو لله راه غادي يوصلو. غنقولو مرحبا بهذيك الحاجه اللي عاطيها من الله، راه ربي سبحان الله اي واحد مكتب له الرزق ديالو. اون فوا كي هذا ربي مكتب لك كل نهار اشنو غتاكلي وشنو هو الرزق اللي مصيفطو لك وشنو هي، يعني سبحان الله العظيم الحمد لله على كل حال. يا ربي يا ربي يخلي لنا صحيحتنا ويخلي هي اللي غادي نخدمو بها حيت هي راس المال، هادشي اللي كاين. فمن هنا البنات غنقول لكم اي وحده بغات تقيد في اوريفلام بغات تخدم على راسها، انا كنشجعها كنقولها خدمي على راسك. ها انت ما تقوليش لا انا ما عنديش لما نبيع، ولا لا انا ما عنديش لا وانا ما عنديش الخاطر بهذا الشيء ولا هذه ولا هذه. بالعكس دائما كنقول لكم خدموا على راسكم، دائما نوي الخير غادي تلقاي الخير. راه حتى شي حاجه ما سهله، راه الا جيتي تنوضي غير للكوزينه باش توجدي الماكله، الا ما وقفتيش ونقيتي وقطعتي وجدتي الطاجين ووقفتي عليه وحتى تقلالك وطفيتي عليه وما تحرك ما حتى شي حاجه، راك ما غاديش تاكليه. راه انا قلت لكم راه الا ما ضربتيش التماره راه ما غاتاكليش، يعني الماكله ابسط الاشياء باش تعيشي، راه الا ما نطيش صوبتيها راه ما غاديش تعيشي، ما غتاكليش، ما غاديش هذاك تشبعي في كرشك. يعني اي حاجه اي حاجه خصك لي لها الخاطر وخصك لي لها الصبر وتضربي فيها تماره وربي كيجازي من بعد. اهم حاجه هو ان حاجه ربي يشوف كي كتعذبي وسورتو كتخدمي بعرق كتافك وما يسهلش عليك. هادشي اللي بغيت نقول لكم، دائما حاولي انك تكوني ايجابيه في حياتك، خمي بعقلك وصبري، وراه ما بعد الصبر الا الفرج. انا هكا كنمشي في حياتي، وكيقول لك اللهم قليلهم داوم ولا كثيرهم قطوع، جنب الحيط شويه بشويه، وكنطلبوا غير الستره. فاكيد اكيد اكيد حاشا ربي واش يحشمنا اولا واش يضيعنا. كي قلت لكم اللي بغات تسجل في اوريفلام وتخدم على راسها وتطور من مشروعها نقول لها مرحبا والف مرحبا بك. راه غنخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف ديال الواتساب، غتدخلينيش انا دابا ما نقول لكم لا تواصلوا مع السيده ولا حتى شي حاجه، غتكليكيو على الرابط غتدخلونيش انا الواتساب معنا في الجروب. مرحبا والف مرحبا بكم، واكيد نتعاونوا نديروا يد في يد ان شاء الله حتى نوصلوا للمبتغى ديالنا. شكرا بزاف لدعمكم ولهلا خطيكم، ونقول لكم تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. سلام عليكم.